الكرة مرت من أمام الجميع، عادت مرتدة سريعة وصلت إلى ماركوس بيرغ لمنطقة الجزاء. الله 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 على التصدي من أحمد ياسر. ياسر في التوقيت الصفر في اللحظة المناسبة. يا عيني عليك، في اللقطة الماضية بتوقيت مثالي جدا أحمد ياسر يتصدى لمحاولة السويدي ماركوس بيرغ بعد انفراد تام بالمرمى في مواجهة الحارس عمر باري.